الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حضرتكم أول ما دخلت الموقع لقيت إن في مطر، كان في مطر الصبح بدري، وده الأثر بتاع المطر. شوفوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، المطر ده غسل الشجر. بصوا حضراتكم هتلاقي كده في نقط مية على الأشجار، كمان الجهنمية. كمان على الهبسكس هنا نفس الحكاية، على اليوكا، على الجارونيا هنا كمان برضو نفس الحكاية، على الدودونيا. دي حضراتكم النباتات والأشجار اللي اتغسلت. هنوري حضراتكم بقى أشجار ما اتغسلتش ونشوف الفرق بين هنا وهنا. دي حضراتكم الأشجار اللي مش مغسولة، بصوا التراب عليها شكله، يعني الشكل أصلا مش حلو، بالإضافة لحكاية الشكل إن بيسد المسام بتاعة الأوراق، وفي وظائف يعني بتشتغل من خلال المسام بتاعة الأوراق، يعني وظائف للنباتات بتشتغل من خلال المسام بتاعة الأوراق. فالأتربة دي حضراتكم هتعمل لنا مشكلتين، أول مشكلة إن المسام هتتسد، تاني مشكلة إن بتسبب إصابات، وخاصة الإصابات الفطرية، وبعد كده بتيجي إصابة حشرية، لأن في بعض الحشرات بتعيش على الإصابات الفطرية، بتتغذى من الإصابات الفطرية زي البق الدقيقي، دي حشرة بتتغذى على الإصابة الفطرية، فناخد بالنا من الحكاية دي على الأقل مرة في الأسبوع. ويفضل أن الحكاية دي تتعمل إما صباحا وإما مساء، ما يكونش في وقت الجو حر، وقت الظهيرة، وقت الشمس فيه جامدة، لأن دي هتسبب لنا إصابة فطرية، خاصة يعني الورد البلدي والحاجات اللي هي بعض النباتات بتحصل فيها مشاكل. وناخد بالنا ان في بعض النباتات بتكون النبات نفسه الورق بتاعه حساس، او في زهر، الزهرة برضو مش هتتحمل، ممكن تلاقيها كرمشت كده او وقعت. فالاشجار نغسلها عادي بالخرطوم، اما النباتات اللي هي مش هتتحمل نغسلها برزاز، يعني بالرزاز بتاع الخرطوم مش بالمية القوية اللي في الخرطوم، او حضراتكم بالرشاشة بتاعت المبيد نحط فيها مية من غير مبيد ونغسل بيها، او بخاخة صغيرة نعمل بيها الحكاية دي. المهم ما نعملهاش بالضغط القوي بتاع الخرطوم. فده اللي انا حبيت اقوله النهاردة، ونتمنى في النهاية ان الفيديو يكون عجب حضراتكم، وان شاء الله تستنونا فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.